كل من خان عسكر وفلول واخوان يسقط يسقط كل من خان عسكر وفلول واخوان هذه دعينا لها خاطر شفنا اللي مؤخرا صارت برشا معناها اعتقالات عشوائيه في صفوف في مصر في صفوف معناها شباب مصري كوسوسوا ينتمي الاحزاب السياسيه ولا ما ينتميش ولا شباب عادي معناها اعتقالات من القهاوي معناها مش حتى في مسيرات في مشاركات سياسيه عباد قاعده في قهوه يجيو يهزوها مع اختفاء قسري ما يقعد جمعه يلوجوا عليه يطلع يتبين بعد اللي هو موقوف في مركز دونك على ضوء الاعتقالات هذه قررنا باش نعمل وقفة مساندة لهنا في تونس باش نقولوا اللي نحن أولا رافضين للاعتقالات هذه ثانيا عارفين اللي هي علاش قاعدة تتعمل على خاطر فما اليوم بالذات في مصر 25 أفريل يوم ذكرى تحرير سيناء في مصر والمصاروة عاملين وقفة احتجاجية اليوم احتجاجا على الأراضي الجزيرتين المصريتين اللي باعهم السيسي للسعودية دونك السيسي تفاديا لإنجاح هذا التحرك اللي باش يتعمل في مصر قاعد يعمل في حملات بتاع اعتقالات مسعورة على في صفوف الشباب المصري بمختلف انتماءاته قررنا نحن لهنا من تونس باش نعبروا معناها على مساندتنا اولا للتحرك هذا معناها ضد بيع الارض المصريه ثانيا المطالبه باطلاق سراح المعتقلين اللي معتقلين توا في سجون السيسي معناها يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر تحيه لشباب مصر المحاصر والمعتقل والمقتول إلى الشهداء إلى المعتقلين إلى الموقوفين في سجون العسكر نعم وقفونا هنا لنرفع شعار يسقط كل من خان عسكر وفلول وإخوان نحن نعم ضد خيانات الإخوان ولكن أيضا ضد اعتقالات نظام السيسي ضد نظام العسكر نظام عسكر كامب ديفيد الذي باع مصر لإسرائيل وباع مصر للسعوديه وباع مصر لكل انظمه العماله في العالم العربي الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام مصر الغنى مصر البكاء والطين مصر النهار يطلقنا في الميادين مصر الغنى مصر البكاء والطين مصر الشموس الهلة من الزنازين مصر الشموس الهلة من الزنازين هلا وترحب دمنا بسكين مصر الجناين طرحة من يقطوف مصر الجناين للي يرفع سيف